تحت شعار الوحيدة جهودنا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمع يطلق صندوق سوسيتي جنرال سوشيال امباكت فاند أول دعوة للمشاريع موجهة للجمعيات المغربية الغير هادفة للربح التي تعمل من أجل الشباب المنتمي للفئات الهشة في المجتمع. والهدف من هذه الدعوة للمشاريع هي توزيع أرباح الصندوق اللي هو عبارة عن وسيلة للادخار مبتكرة جدا لأن المستثمرين يمكنهم من الاحتفاظ بالرأس مال ولكن كيتنازلوا مسبقا على جميع الأرباح التي سيولدها الادخار ويتم ضخ هذه الأرباح في النسيج الجمعوي المغربي. الحصيلة ديال الأرباح للسنة الأولى 2022 اللي غادي نوزعوها في 2023 تقريبا 700,000 درهم. والدعوة للمشاريع مفتوحة من 5 يونيو إلى 10 يوليوز. والمجال المحدد لهذه السنة هو الإدماج المهني للشباب والخدمة على الاستقلالية الاقتصادية للشباب. ويعني شكون الفئة المستفيدة؟ الفئة المستفيدة هما الشباب للجمعيات اللي كيستهدفوا الشباب اللي كيتراوح السن ديالهم ما بين 15 و 35 سنة واللي كينتميوا للفئات هشة في المجتمع. المشاريع اللي غادي ندعموها هما المشاريع اللي مثلا تخدموا على برامج تكوين مهني ولا اكتساب الشباب للمهارات المهنية ولا السلوكات المهنية ولا المهارات الذاتية لتعزيز الإدماج ديالهم في العمل. الدعوة مفتوحة لجميع الجهات من بعد غادي نشوفوا على حسب المشاريع اللي غنتوصلوا بها داك الساعات غادي نشوفوا شكون هما الجهات اللي غادي يستافدوا.